السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده بسكوت اليانسون اللي هو كلنا بنحبه وموجود في البيوت بتاعتنا كتير وعلى طول. شايفين منظره جميل جدا وملوش تكلفه اصلا، تكلفته مش موجوده، يعتبر ما بيتكلفش، وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي 5 بيضات وعندي نص كيلو دقيق وعندي 250 سكر و200 زيت و50 جرام يانسون وكيس بيكنج باودر. اول حاجه هنعملها افتح البيكنج باودر، احط على الدقيق واحط السكر على البيض واضربه مع بعض بالمضرب الكهربا او المضرب العادي زي ما بنعمل الاسبونش كده لحد ما لونه يتغير. كده طبعا مع سنة الفانيليا، انا بحط الفانيليا دايما في البيض على طول، ويتقلبوا بعض كويس بحيث ان السكر يدوب في البيض اهو، لونه اتغير ابيض. هبدأ احط الزيت بتاعي وانا بضرب برضو. موضوع بسيط خالص وسهل خالص وما فيش فيه اي صعوبة يعني. حطينا الزيت بتاعنا وبنقلب برضو، مستمرين في التقليب زي ما احنا شغالين في التقليب. بعد كده هقلب البيكنج باودر على الدقيق، هركنه بقى في جنب واقلب البيكنج باودر والدقيق واليانسون مع بعض. نص كيلو دقيق وكوباية سكر وكوباية زيت ونص كوباية يانسون، موضوع بسيط خالص، وهنحطه على الدقيق وهبدأ أقلب الخليط ده أهو. هبدأ أقلب الخليط ده، هقلبه عادي خالص بس انا عشان الدقيق ما تنطرش مني بقلب بالراحه اهوت. قلب عادي خالص، بس هتوصل لمرحله انك لازم هتعملها بايدك، لانه لازم لان بتبقى العجينه بتاعته ملزقه كده، هتبقى تقيله على المعلقه اهو. لمتها بايدي، جبت الصينيه بتاعتي مدهونه بالزيت ومتعفره بالدقيق، وهلم العجينه. شايف العجينه ملزقه ازاي؟ بلمها بالسكليبر اهوت اهوت، واحطها في الصينية بتاعتي دي 30 في 30. الصينية ديت اهوت اهو، لمت العجينة. موضوع بسيط جدا وسهل جدا ومش هياخد منك 5 دقايق بس. الصبح بقى مش هتحملها من الفطار بتاع اي حد، الدنيا بتبقى ماشية. هتبل تراتيف صابعك كده زيت، هي مليانة زيت العجينة اصلا، فايه اذا احتجت يعني. وبتزق العجين لقدام، مش بتتك عليه تحت ايدك، لا بتزق العجينة لقدام اهو، بتوزعيها كلها على الصينية. لقيتها بتلزق في صوابعك، اعملي صوابعك بالزيت وكملي الفرد اهو. موضوع بسيط جدا وسهل جدا، مفيش فيه اي تعقيدات ولا اي حاجة اهو. بنفرد العجينة بالراحة كده بصوابعنا، نوزعها على الصينية كلها بحيث تبقى مية واحدة كلها. بنجيب من هنا نحط على هنا وبنسوي الامور يعني. تبدأ تلزق بالإيدك بالزيت. فردت الصينية خلاص تمام، اهيت على الفرن على طول على 170 درجة، هتقعد بالظبط بتاع من 25 دقيقة لنص ساعة. تطلعيها وشها يحمر كده، تقوم تطلعها على طول وتقوم قلبها على صينية تانية وتسيبيها تبرد اهوت. قلبتها على صينية تانية اهي، بسم الله ما شاء الله طلع زي الفل اهي. وهسيبها على الصينية دي اما تبرد خالص. بردت خلاص الصينية، هبدأ اقطعها بقى المقاس اللي انت عايزاه. انا شايف ان المقاس ده احسن حاجة، احسن شكل له اللي هو اللي انا هقطع عليه ده. هاخد الصد على 3 اهوت، وابدأ الفها واقطع بقى بالطول بعد كده. ايدك ميزان كده وانت بتقطعي وبالراحة، لان العجينة دي بتبقى مفرولة. قطعي التخن اللي انت عايزاه، بس ايه انا بقطع اللي هو اللي يعني المعقول يعني،
ما تقلليش عن كده، عايزة تزودي زودي، بس هو ده المعقول بتاعه، وهتشوفي شكله هتلاقي ان ده المظبوط بتاعه ان شاء الله. اه بقطع بالطول بقى كده البسكوت ده، خلص التقطيع، وادي واحدة هي تشوف شكل البسكوتة، مقاسها كويس وعجنتها كويسة ومظبوطة خالص. هبدأ أرصها في الصينية بتاعتي، صينية تانية، وأدخلها الفرن هي تتحمص بقى. انشف، الموضوع سهل وبسيط والله خالص يعني. وهتخلص يعني ده نص كيلو دقيق بيفرق، بيطلع كمية كبيرة يعني، هيسهل عليك ما اللي عنده ولاد وغير الولاد والله يعني. ده الصبح مع كوباية الشاي في أيام الفطار بقى، هتبقى الدنيا كويسة خالص. خلاص على كده هرصها في الصينية وأدخلها الفرن على 170. طبعا مفيش وقت للموضوع ده، هو الشاي يحمر وضهرها يحمر كويس وشها محمرش كويس، اشغل عليها الشواية اظبط اللون بتاعها، تحت اتظبط اهوت وفوق اتظبط، فوق خد بالشواية شوية برضو، ورصته في طبق اهو شكله زي الفل. كل ما بينشف كل ما بيبقى احسن. ادي شكله اهوت، طوله كويس وتخنه كويس، المقاس اللي كنا بنتكلم عليه في التقطيع، وناشف اهوت وناعم، ناشف وناعم، وسكره معقول. دي اهم حاجه فيه، ان السكر بتاعه معقول يعني، ما لو بتاكليه بشاي او بحاجه ما بياخدش من السكر بتاع اللي انت بتشربه بيه. اه جربوه ان شاء الله هيعجبكم قوي. يعني شكله جميل جدا، وريحه اليانسون في الفرن حاجه جميله فعلا، تحبيها لو انت حتى ما بتحبيش اليانسون. جميل جدا، ومفيش بيت هيستغنى عنه ابدا ابدا، بسكوت اليانسون ده هو الطلب مني وانا عملته لكم. يعني ما اعرفش يا ظروفه بقى جت كده ان هو جاي في ايام مش بتاعته، بس كان في التعليقات بتاعتكم فقلت اعمله لكم.